بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وفقهنا في أمور ديننا ودنيانا، واكفنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. وأدخلنا وأدخلهم في كل الأمور مدخل صدق، وأخرجنا وأخرجهم من كل الأمور مخرج صدق، واختم لنا ولهم بخاتمة السعادة أجمعين، وثبتنا على الحق، وثبت الحق بنا، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا وذريتنا وأحبابنا وكل من أجريت الخير على يديه لنا منذ أن أوجدتنا إلى أن تتوفانا رب العالمين. اجزهم عنا جميعا خير الجزاء، واقض حوائجهم، ويسر أمورهم، واغفر ذنوبهم، واجعلهم من أهل الجنة يا رب العالمين. وشفع فيهم وفينا نبينا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، المجلس 86 في شرح كتاب فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي، شرح كتاب ألفاظ التقريب للقاضي أبي شجاع، أحمد بن أبي شجاع رضي الله عنهما، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم شيخهما في الدارين أمين، في فقه السادة الشافعي. كتاب الصيد والذبائح والضحايا والأطعمة، يعني كأنه عايز يقول كتاب أحكام الصيد. كتاب أحكام الصيد والذبائح والضحايا والأطعمة. يقول المصنف: والصيد مصدر، صاد يصيد صيدا، يبقى ده المصدر الصيد، أطلق هنا على اسم المفعول، ومقصود مش المقصود الصيد، المقصود إيه؟ المصيد. وممكن يكون مقصود به الاصطياد، اللي هي العمل نفسه، يعني يحتمل يقصد به الاصطياد والمصيد، واخد بالك؟ لكن من خلال السياق دل على أنه قصد من الصيد المصيد، كما جاء في القرآن: وأحل لكم إيه؟ وأحرم عليكم الصيد ما دمتم حرما، فإذا حللتم فاصطادوا. يبقى حرم عليكم الصيد، فإذا حللتم فاصطادوا. حرم عليكم الصيد اللي هو الاصطياد نفسه وأكل المصيد. فإذا حللتم فاصطادوا، يعني معناه استعمل الصيد الاصطياد لإيه؟ لجلب المصيد فيحل أكله. فهمت بقى ازاي؟ فاحيانا يستعمل الصيد معنى الاصطياد، احيانا يستعمل الصيد معنى المصيد، واحيانا يستعمل بالاثنين في وقت واحد. طب نعرف ازاي؟ من السياق. يبقى نعرف من السياق، وهو المصيد. وما يعني هو بيقول ايه؟ وما قدر على ذكاته فذكاته في حلقه ولبته. ما دي بقى؟ وما ما دي هي الموصول، اسم موصول، يعني الذي قدر على زكاته. وما أي الحيوان البري المأكول، الذي قدر بضم أوله على زكاته. ليه قال لك البري؟ لأن احنا قايلين الحيوان البحري ملوش زكاة، بناكل ميتته، عشان كده قال لك البري. فهمت بقى ازاي؟ وما أي والحيوان البري المأكول، ولازم يكون حيوان بري مأكول، يعني ما ينفعش اروح اصطاد اسد واكله لانه ده غير مأكول، ولا اصطاد ذئب واكله لانه ده غير مأكول. يبقى الصيد يقع على المأكول. فهمت بقى ازاي؟ اما صيد غير المأكول فقيل يحرم، وقيل يكره، واخد بالك؟ صيد غير المأكول لانه بيعمل خلل في التوازن البيئي، لأن يعني كل حيوان بيؤدي وظيفة يمنع توغل نوع تاني، فلما نيجي نصطاد الحيوانات نعمل خلل في البيئة. ربنا عمل بيئة متوازنة، يخلق النمل كتير قوي، يقوم يخلق له حيوان يأكله عشان ما يتوغلش،
يخلق الذباب كتير او يخلق له حيوان ياكله عشان ما يتوغلش. فلما اجي اقتل الحيوان اللي بياكل النمل، النمل يتوغل. الحيوان اللي بياكل مثلا القطط، يوم القطط تتوحش وتكتر والفئران تكتر وهكذا. يبقى ايه؟ لازم يبقى لا يحرم صيد ما لا يحل اكله. ده الراجح، وده كمان تبع قوانين البيئه. حتى في اوروبا اتضحت، العقلاء وحكماء اوروبا اللي هم اصلا ما عندهمش دين، حكماء لمجرد الحكمه، وجدوا ان الخلل البيئي ده بيؤدي الى فساد وافساد، فعملوا المحميات وعملوا بتاع عشان يحافظوا على الاجناس. لكن الدين علمنا هذا الامر من زمان، قبل ما يكتشفوا هؤلاء العقلاء فساد ما جنته يد الانسان. يبقى لازم يكون حيوان بري، بري مهمة، كل القيود دي مهمة، بري، ويكون كمان مأكول اللحم. لكن مجرد ان انا اصطاد كده للغية واسيبه كده حرام، ما يصحش. وبعض العلماء قال لك مكروه، لكن لو وصل الى درجة الخلل في التوازن يحرم بقى. فهمت؟ يعني بين الكراهة والحرم، يعني لو بيعملها احيانا لكن مش بطريقة متفحشة فاحشة هنقول مكروه، ما تضيعش وقتك فيما لا طائل. فاهم؟ لكن وصل الى خلل في البيئة نقول له لا كده حرام بقى. فاهم؟ يبقى يبدأ بالكراهة وينتهي بالتحريم على حسب درجة الافساد والفساد. وما اي والحيوان، يعني ما ده اسم موصول يعود على الحيوان البري المأكول الذي قدر بضم اولي على زكاته اي ذبحه، فزكاته تكون في حلقه. يبقى اول حاجة ما قدر على زكاته، فالزكاة تكون ايه؟ والزكاة معنى التزكية، يعني ايه؟ ان يصير طيبا للأكل، صالحا للأكل، ادي التزكية، يصير الحيوان صالح لأكل لحمه دون ضرر. اللي مقدور عليه ده بقى، المقدور عليه زي الحيوان المستأنس، زي ايه؟ ثمانية ازواج قال لنا عليهم في القرآن، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن البقر اثنين ومن الإبل اثنين، اثنين يعني ذكر وأنثى، مش كده برضو؟ يبقى دول المقدور عليهم، ويدخل فيهم كمان بعض الطيور، الدجنة زي الدجاج والبط والوز، كل ده مقدور عليه، يعني تقدر تمسكها ومستأنسة وتقدر ايه تزكيها، لكن ما تجريش منك. يبقى ده معناه مقدور عليه. يبقى المقدور عليه نزكيه، نزكيه يعني ايه؟ فزكاته تكون في ايه؟ في حلقه، وهو اعلى العنق، ولبته. في الحلق هنا اسمه الذبح، واللبة اللي هي اخر الرقبة مع بداية الجذع يسموها اللبة، يبقى اسمه ايه؟ النحر. يبقى عندي ذبح ونحر، نحر الطويل الرقبة زي الجمل، فهمت؟ وذبح قصير الرقبة زي الضأن وزي البقر وزي الماعز. البطة طويلة الرقبة، يبقى ممكن ايه؟ انحرها. ويمكن ذبح المنحور ونحر المذبوح، جائز. فهمت بقى؟ يعني ممكن اجي في المذبوح انحره اذبحه من نحره، وممكن اجي في الايه؟ في المنحور اذبحه. يعني طولت انا راس الجمل من فوق ورحت قاطعها كده من فوق مش من رقبته تحت، ذبحته يعني، يصح برضه. لكن الافضل ان طويل الرقبه ينحر وقصير الرقبه يذبح، زي الدجاج. الدجاج ده قصير الرقبه مش كده برضه؟ يبقى والحيوان البري المأكول الذي قدر بضم أوله على زكاته أي ذبحه، فزكاته تكون في حلقه وهو أعلى العنق، دي معنى الذبح، في قصير الرقبة، ولبته أي بلام مفتوحة، ولبته أي بلام مفتوحة وموحدة مشددة أسفل العنق. يبقى اللبة اسمها إيه؟ اللبة. واحنا قلنا اللي زكاته في لبته طويل العنق ويسمى ايه؟ نحرا.
يبقى ايه؟ قطع الحلق يسمى ذبحا في قصير العنق، واللبة ما تسمى ايه؟ نحرا في طويل العنق. والزكاة بذال المعجمة لغة، مش زكاة بقى بالزاي، زكاة بالزاي دي احكامها في المال، احكام الزكاة، انما الزكاة بالذال دي في الحيوان، تطيب الحيوان لأكله، فهمت؟ والزكاة بذال معجمة لغة التطيب، لما فيها من تطيب أكل اللحم المذبوح، يعني تجعله أحسن طعما وأقل ضررا، أدي معنى كده. وشرعا إيه هي بقى الزكاة؟ زكاة الحيوان بالمعنى الشرعي، إبطال الحرارة الغريزية على وجه مخصوص. إبطال الحرارة الغريزية يعني إيه؟ يعني التزفيف أو القتل، يسموها التزفيف. التزفيف يعني ايه؟ يعني اسرع قتله، زففه يعني اسرع بقتله. يبقى ابطال الحرارة الغريزية يعني ايه؟ يعني قتل الحيوان، ادي معنى الحرارة الغريزية اللي هي الحياة، مظاهر الحياة في الحيوان اللي هي الحركة مع الارادة. انا ببطلها ازاي؟ ان انا اطلع ايه؟ اطلع منه الدم واقطع منه الحلقوم والمريء، الحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام، يبقى معنى كده بموته، بس بموته بطريقة يصير يصح اكله، لان بغير هذه الطريقة لو موته يسمى ميت، يحرم اكل لانه ما تزكاش، فهمت بقى؟ يبقى ابطال الحرارة الغريزية على وجه مخصوص. ابطال الحرارة الغريزية، الحرارة الغريزية اللي هي الحياة الحيوانية، يسموها الحياة الحيوانية اللي هي الحركة مع الإرادة، إنه بيجري تهش ويجري ويأكل ويشرب ويبلع ويمأمأ ويعمل صوت، دي اسمها الحرارة الغريزية. إبطال الحرارة الغريزية على وجه مخصوص، وإحنا قلنا وجه مخصوص يعني إيه؟ إما ذبحا أو نحرا بآلة مخصوصة بذابح مخصوص، في شروط في الآلة هنتكلم عليه، وفي شروط في الذابح هنتكلم عليه، وفي شروط في المذبوح انه يحل اكله، فهمت بقى ازاي؟ يبقى لازم يبقى عندي شروط في الذابح، مش اي واحد كمان هاكل ذبيحته، ولما اذبح مش هذبح باي آلة، لازم الآلة كمان تبقى ليها صفات، فهمت ازاي؟ ولما اذبح مش هذبح اي حيوان، لابد يكون الحيوان حلال اكل، فهمت بقى المسائل دي كلها؟ دي نقط مهمة ناخد بالنا. أما الحيوان المأكول البحري، لأنه هو لك البري فعايز يقول لك مقابله البحري، وأما الحيوان المأكول البحري فيحل على الصحيح بلا ذبح، يحل على يعني دليل أنه هو في مقابل للصحيح أن بعض الحيوانات البحرية يجب ذبحها، زي الترسة وزي كلب البحر وزي يعني الحيوان اللي هو ايه بيطول بحيث لو خرج من المية ممكن يعيش فترة بسيطة وبعدين يموت، لكن في بعض الحيوانات البحرية اول ما يخرج يموت على طول، فهمت ازاي؟ فاذا كان بيطول زي سمكة كبيرة دي اول ما بتطلع بتقعد تفلفط كده وتتحرك وتعمل، لان لسه فيها بقية حياة غريزية، فهمت؟ فيستحب ذبحها في الحالة دي، يستحب. ولو ذبحناها نذبحها من الديل لانه ايسر، لكن لو ما ذبحناهاش وسبناها لما ماتت يجوز اكلها، والحيوان البحر اللي يجوز اكله هو اللي حياته بره البحر حياة الذبيح. يعني ايه حياة الذبيح؟ يعني حياة غير مستقر، لكن البرمائي يحرم اكله، زي التمساح يحرم اكله لانه ده مش مائي، ده بيتنفس، فهمت ازاي؟ وله ناب. الضفدع، وإن كان الضفدع يجوز أكله عند الملكية وبيعملوا شوربة في فرنسا، لكن الشافعية لا، لأنه مستقذر، يبقى اللي كان شوربة الضفادع كان ملكي، يعني ما خرجش من دينه، يعني فهمت إزاي؟ زي ما شنعوا على أنيس منصور لما قال أنا أكلت شوربة الضفادع، جم العيال اللي مش فاهمين الدين قال لك شو بياكل الحرام؟ يا سيدي ده حلال على بعض المذاهب، أنت مالك أنت؟ نفسه جابته وكله، إحنا نقرف منه. الشافعي يقرفوا هنا، يقول لك ايه ده يا ايه ده القرف ده برابير، فهمت؟
هو هنا بيحرم مش عشان كمان مستكثر وبس، قال عشان بر ماء اختلط فيه حكم البر مع البحر. احنا البقى البري صرف ومستأنس بنذبحه وناكله ما لم يكن مفترس، فهمت ازاي؟ لكن والبحر الصرف بناكله بلا زكاة لانه حلت لنا ميتتين. طب اللي اختلط فيه الاثنين نبعد عنه احسن، فهمت ازاي؟ ما انا مش عارف المسألة هتبقى فيها ايه. بالنسبة للمساحة هل في مذهب يقول بالجواز؟ ربما انا لم اقرأ، لكن شفت ناس في اسوان بيأكلوه وبيدعوا ان في قول عند المالكية يبيحه، لكن انا لم اقرأه بنفسي. واخد بالك على التمساح، لان في تماسيح ساعات صغيره كده في اسوان وياخدها ويعمل لها شوربه ويوضبها شوربه التماسيح وحاجات كده ويوضبها، وبيدعوا ان في قول عند الملكيه يجيز لهم اكله، لكن احنا في الشافعيه ما ناكلوش. اما الحيوان الماكول البحري فيحل على الصحيح بلا ذبح. كويس؟ والمقصود بالبحر ايه؟ ما لا يعيش الا في البحر. والمقصود بالبحر ايه؟ العذب والملح. يبقى البحر ايه المقصود؟ ايه؟ عذب او ملح، تفرقش معانا، فهمت؟ ربنا بيقول ايه؟ بحران، هذا عذب فرات وهذا ملح نجاج، سماهم بحران، بحر، فهمت ازاي؟ فالعذوبه ما تمنع. المصريين يقول لك على البحر اللي هو الملح المالح، وعلى العذب يسميه نهر. هذا العرف، لكن الشرع استعمل البحر في المالح وفي العذب، خدت بالك؟ واما الحيوان المأكول البحري فيحل على الصحيح بلا ذبح. الاحناف مثلا قالوا ايه؟ قالوا ان الكائن الحي البحري الذي يكون مثيله في البر حرام يبقى هو حرام كمان. يعني كل ما كان مثيله في البر حرام فمثيله في البحر حرام. التعبان البري احنا بناكله حرام بالاجماع، يبقى تعبان البحر ما ياكلوش الاحناف، فهمت بقى ازاي؟ طيب العقرب، حد بياكل عقربه؟ عقرب البر حرام، يبقى الكابوريا اللي هو سرطان الماء حرام عند الاحناف لانه عقرب الماء، لكن الشافعي ياكلوا الكابوري. والجمبري حشرة الماء، هل ناكل انت حشرات؟ تاكل صرصار في الصين بياكلوه، لكن هل ناكل احنا الصراصير او الحشرات؟ ما بناكلهاش، تجمع الدبان كده وتعمله سندوتش ما ينفعش، حرام مستقذر، فهمت ازاي؟ يبقى الحشرة اللي تؤكل ليه؟ في البر. طب حشرة الماء زي الجمبري، ما هو الجمبري ده حشرة في الماء، يبقى برضو يحرم عند مين؟ عند الاحناف. لكن عند الشافعية والمالكية كله، كل كائن بحري كله حلال ما لم يكن سام، لو كان سام حرام لسميته بقى، فهمت؟ لكن الأحناف عندنا خنزير الماء مثلا، احنا بناكل خنزير في البر؟ يبقى خنزير البحر لا. السلحفاة في البر مأكولة؟ لا مش مأكولة، السلحفاة مستقذرة محدش ياكلها، حرام بالإجماع السلحفاة. طب مثيلتها في البحر ايه؟ الترسه، يبقى الترسه ما ياكلوهاش الاحناف، فهمت بقى؟ لكن ياكلوها مين؟ الملكيه والشافعيه، فهمت بقى المساله؟ لكن الشافعيه خدوا ان كل ما كان في البحر ولا وليس ساما يجوز اكله، وكذا الملكيه اخذوا بهذا الراي. بس دكتور الضب مستقذر من سيدنا ومع ذلك يعني يحل الضب؟ ايوه معلش، ما مستقذر، لكن النبي نص على حله، بس النبي نص على حلي، عارف؟ لو النبي ما نصش على حله كان يظل على الحرمة خلاص، لكن قال ايه؟ لا اجنوه عند قومي فاعافوا واباح لسيدنا خالد ياكله قدام، يبقى خلاص. وبعدين مش مستكثر بالاجماع، لكن هات لي الذباب كده مستكثر بالاجماع، فهمت ازاي؟ عقربه، حد ياكل عقربه؟ اقول لك هعزمك على شوربه عقارب، واخد بالك؟ او شوربه تعابين، ما ينفعش، انت تزعل مني حتى. وما ايها الحيوان الذي لم يقدر بضم على زكاته، يبقى بعد كده ايه؟
والحيوان. احنا قلنا المقدور عليه زي الحيوان المستأنس ده بزكيه، بزكيه ازاي؟ يذبحه ينحره، واضح؟ طب غير المقدور عليه، غير المقدور عليه نوعين. اول نوع متوحش. متوحش يعني ايه؟ يعني ما يعيش مع الناس، زي الغزال الظبي والغزال والحمار الوحشي والبقر الوحشي، واخد بالك؟ كل دي وبعض الوعول الوحشية اللي يتعيش في الغابات كده، بتيجي تحاول تاخدها وتقعدها عندك ما ترضاش تقعد معاك، تمشي على طول. ده اسمه ايه؟ متوحش. يبقى ده لغير مقدور على زكاته، واخد بالك؟ فده كيف يزكى؟ بالاصطياد بقى، بالصيد، بالصيد. طب انا هصطاده، هصطاده برمح او هصطاده بحيوان او بطائر، فهمت بقى ازاي؟ يشترط في الرمح انه يكون ايه؟ مزفف. مزفف يعني ايه؟ يعني يخرج الجسم، ما يضربش بالعرض، لان لو ضربه بالعرض يبقى وقيز، فهمت؟ لو مات بعرض الرمح يبقى وقيز، كأني صدمته بايه؟ بحجر. لكن ما زفف يعني نفذ في الجلد وايه؟ واخرج الدم وادركته فيه حياه وجب زكاته، ادركته بعد ما مات اكله، واضح؟ طيب او اصطادوا الحيوان المعلم او الطائر المعلم، اصطادوا اللي جابوه لي فيه حياه وجب زكاته لان بقى مقدور عليه. طب وجابه لي ميت اكله، فهمت بقى ازاي؟ طيب افرض مستأنس وشرد مني، مستأنس وشرد مني، انا جايب العجل وفرحان بيه وناوي ان انا اذبحه في العيد، العجل ده مستأنس، جار جزار شاف العجل الجزار داخل وماسك السكينة جري شرد في الشارع، نجري وراه يا عجل تعالى، ما بيسمعش الكلام، خاف، خاف الدم هرب منه وخاف، فهم انه هيتذبح، نجري وراه نجري وراه ما فيش فايدة، نعامله معاملة ايه؟ الصيد، خلاص. ان لها اوابد، ان هذه ايه؟ الحيوانات المستأنسة لها اوابد كاوابد الوحش، يعني لها نفرة كنفرة الوحش. احيانا بتحصل تلاقيه جري منك، الجمل جري، تيجي تنادي عليه ما يسمعش كلامه، فهمت ازاي؟ عليكم السلام. يبقى اذا ندى المستأنس يعامل معاملة الصيد. طب افرض بقى غير مقدور عليه من حيث الذبح والنحر، يعني وقع في بير بقى دماغه تحت ورجله فوق، ما هو مقدور عليه لانه محبوس في البير، لكنه ما عرفش اذبحه ولا انحره لان دماغه تحت ورجله فوق وهو وزنه تقيل، ما عرفش اشده كده يطلع، فهمت ازاي؟ اعمل ايه؟ يبقى بالعقر. العقر يعني ايه؟ يعني اجرحه في اي جزء من جسمه بحيث يخرج منه الدم، لازم يكون العقر ده جرح يقتل، جرح ايه؟ مش اخربشه او ازغزغه، ما ينفعش، فاهم؟ لازم جرح، اجي مثلا بين فخده وبين ايه؟ وبين بطنه، اروح ايه؟ اقطع كده، يبقى انا قطعت شريان كبير ووريد يطلع الدم منه لحد ما ده اسمه ايه؟ العقر. ما انا لا ذبحته ولا نحرت، مش قادر اوصل للنحر، يبقى اسمه العقر. يبقى فهمت بقى؟ يبقى يزكى الحيوان المأكول بإحدى هذه الطرق، اولا الذبح او النحر او العقر او الصيد، اربع طرق لتزكيته، فهمت بقى ازاي؟ اذا كانت بتنفذ في الجسد لازم يكون مزفف، يعني ايه؟ يعني لابد انه يبقى نافذ ينفذ فيه، وان كان ايه؟ يكره ويحرم الصيد بهذه الطريقه ويحل المصيد. ليه؟ لانه فيه تعذيب وفيه نار، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره التعذيب بالنار، وقال اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه واذا قتلتم فاحسنوا القتله، ان الله كتب على الاحسان على كل شيء، واضح؟ ما هو الصعق الكهربي ده حرام، لو كان الصعق الكهربي ده بيدي له جرعه تخليه يغمو عليه بس مش يموت، يعني جرعه مظبوطه بحيث يغمو عليه
يقوم يقدر يبقى مقدور عليه، يقوم بعد كده يدفعه، ده جائز. لان في بعض التيران وبعض العجول بيبقى وزنه مثلا 600 كيلو 700 كيلو غير مقدور عليه، ده مصيبة سودة. هتوصل له ازاي؟ يقوم يعمل له ايه صعقة، يقوم يخليه دروخ لكن ما يموتش، وبعدين ايه يذبحه او ينحره كده يحل. واضح؟ لكن لو الصعقة موتته بقى منخنق مخنوق حرام اكله. فهمت بقى؟ وما والحيوان الذي لم يقدر على زكاته كشاة انسية توحشت او بعير ذهب شاردا فزكاته ايه؟ عقره، زي ما شرحت لك. عقره بفتح العين، عقرا مزهقا للروح. مزهقا للروح يعني ايه؟ يعني لابد يبقى العقر ده يعني الجرح ده يكون مؤدي الى الوفاة. حيث قدر عليه، اي في اي موضع كان العقر، في اي موضع في جسمه كان العقر جائز خلاص. وكمال الزكاة، طب انا حزكي بقى، قلنا حزكي اذبح قصير الرقبة وانحر طويل الرقبة، كويس؟ طيب اما انحر بقطع ايه؟ اقطع ايه؟ عند الشافعية في واجب الواجب وفي المستحب، في كمال الذبح وفي ايه؟ ادنى الواجب. فهمت بقى ازاي؟ ادنى الواجب عند الشافعية هو الحلقوم والمريء. لو قطعت الحلقوم والمريء وما قطعتش الودجين الزكاة صحيحة عند الشافعية. كل عند الملكية لا، عند الملكية لازم يكون معاه احد الودجين، مش شرط الاثنين. ده الملكية. الشافعية يقول لك لا يكفي، لان المقصود هو ايه؟ التعجيل بالوفاة، اللي هو يسموه التزفيف. التزفيف اللي هو التعجيل بالوفاة، اذا قتلتم فاحسنوا القتل. والتعجيل بالوفاة يكون ايه؟ بقطع مجرى النفس ومجرى الطعام. الحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام، ده يكفي. لكن الاكمل اجيب معاهم الودجين، الاكمل اجيب معاهم الودجين. الودجين اللي هو العرقين اللي فيهم دم رايح للمخ وراجع من المخ، ما في وريد وشريان. الوريد بنسميه الودجي والشريان بنسميه السباتي، لكن في الفقهاء يقول لك الودجين وخلاص. فهم؟ خد بالك بقى الحاجات دي مهمة يا جماعة، علشان ايه؟ تعرف الخلاف الفقهي بين ايه العلماء في المسائل دي. يعني احيانا تبقى في ذبيحة تحل على مذهب وتحرم على مذهب. فهمت بقى ازاي؟ وكمال الزكاة، وفي بعض النسخ ويستحب في الزكاة اربعة اشياء. احدها قطع الحلقوم وهو مجرى النفس، والثاني قطع المريء وهو مجرى الطعام والشراب من الحلق إلى المعدة، والمريء تحت الحلقوم يعني وراه، يا إما تحته يعني امتداد. الحلقوم ده عبارة عن إيه؟ خد بالك إن الحلقوم ده مجرى مشترك للطعام وللهواء. الحلقوم اللي هو فوق الحنجرة ده مجرى مشترك، أول ما تيجي الحنجرة يروح مقسوم نصين، نص أمامي مجرى للهواء اللي هي الحنجرة والقصبة الهوائية، واللي خلفهم المريء مجرى الطعام. واضح؟ ده كان عشان الفقهاء طبعا مش دارسين التشريح، فقال لك الحلقوم والمريء. طب ما انا لو قطعت الحلقوم كامل فوق الحنجره كده بيبقى ايه من باب اولى؟ قطعت الاثنين لانه مجرى مشترك للهواء والطعام والشرب، عشان كده بتشرق. وانت بتشرق ازاي وانت بتشرب؟ ان السائل او الماء اللي بتشربه وهو في الحلقوم قبل ما يتفصل ويبقى مريء وحنجرة، جزء من المشروب يروح داخل في الحنجرة يقوم تشرب، يعني الشراب يروح داخل في مجرى النفس. لكن لو عدى الحنجرة خلاص نزل ما ملو خلاص ما فيش شرقان، لان ده مجرى واحد للطعام. فهمت؟ وكمال الذبح أربعة أشياء، أحدها قطع الحلقوم وهو مجرى النفس، والثاني قطع المريء، وممكن تقول عليه المريء بالتشديد وبإيه؟ بالتخفيف، الاثنين صح. المريء المريء. الحلقوم اسمه فارينكس بالإنجليش،
والمريء اسمه أوسوفوجس بالإنجليش. ويجوز نتكلم إنجليزي؟ يقول لك لا حول ولا قدرة، الشيخ بيتكلم إنجليزي. طب ما النبي بيتكلم حبشي، الله بيتكلم فارسي صلى الله عليه وسلم. لأن المقصود التفهيم، المقصود إيه؟ التفهيم. في مسلمين مش عرب، فلو فضلت ثبت على كلمة حلقوم يفضل سامع ومش فاهم، أول ما تقول له الفرنكس يفهم على طول، لأن المقصود من الكلام هو التفهيم. فهمت بقى إزاي؟ المقصود هو التفهيم. سيدنا أبي هريرة كان يعرف شوية فارسي خفيف، وبعدين مرة كان عنده إيه؟ لأن سيدنا أبو هريرة من اليمن، واليمن كان يحكمها الفرس، فاحتكاكهم باحتلال الفرس يتعلموا فارسي شوية. سيدنا أبي هريرة مرة كان عنده مغص ونايم على بطنه، عنده إسهال رايح جاي ومغص شديد ونايم على بطنه في في المسجد، والمسجد فيه ناس، فالرسول لو قال له عندك إسهال هيحرج، أم قال له إيش كان بدردة؟ كلمه بإيه؟ بالفارسي. إيش كان بدردة يعني ألم في بطنك؟ مش عربي خالص. يبقى النبي اتكلم لغات، فهم؟ وزينب بنت أم سلمة ربيبة النبي كانت إيه؟ مولودة في الحبشة أيام ما كانت أمها وأبوها مهاجرين في الحبشة، وكبرت في الحبشة فعرفة شوية حبشي، فلبس فستان العيد وفرحانة وهي بنت صغيرة، فالنبي إيه؟ قال لها إيه؟ سناه، ويمسح عليه كده سناه، سناه يعني جميل بالحبشي. يبقى النبي اتكلم بالحبشي. فهمت بقى ازاي؟ فما تقوليش بقى ايه يا وهابي لا حول ولا قوه الا بالله الشيخ بيكلم انجليزي، هو الانجليزي حرام؟ المقصود من اللغه التفهيم. انا احيانا في خطبه الجمعه اقول كلمه عاميه، لان ساعات الكلمه العاميه دي بتخلي الناس تنتبه وتفهم بسرعه، واحيانا اقول كلمه انجليزي وبنطق مش مظبوط كمان علشان النطق الانجليزي المصري. فهمت ازاي؟ بالتشكيل يعني، زي القط كاتون والبحر والنهر يقال عندهم ريفر والحاجات دي، يعني خلانا انفعل ريفرو مرفوع بالضمه. فالمهم يا سيدي، يبقى عندنا احنا قلنا المريء والحلقوم خلاص، عشان كده يقول لك كلوه هنيئا مريئا يعني سهل البلع. يبقى المريء يعني ايه؟ يعني سهل البر. وهنيء يعني ايه؟ يعني سهل الهضم. هضيم سهل الهضم، ومريء سهل البلع، وهنيء يعني ينبني عليه الصحة. يبقى عندنا هنيئا مريئا هضيم، ونخل طلعوها هضيم لثمود، الهضيم يعني مهضوم يعني سهل الهضم. شفت لغة العرب جميلة ازاي بقى؟ ويكون قطع ما ذكر دفعة واحدة لا في دفعتين. برضو خد بالك، انا هقطع بقى ايه؟ المريء، وهقطع مجرى النفس، لازم يبقى دفعة واحدة عشان ما اعذبش الحيوان. او افرض لقيت السكينة تلمة قطعت واحد ولسه مش عايزة، يجوز ان انا ابدلها بسرعة ويبقى برضو دفعة واحدة. واضح؟ لان بيحصل ساعات الجزار يروح دابح بعد ما يعمل حتة ما يكملش، يروح رامي او يسنها يلاقيها مش حامية، او ده اسمها دفعة واحدة. لكن لو طال عرفا لا تصح الذبيحة خلاص، لو ماتت. فهمت ازاي؟ وطال عرفا وماتت بذبح احدهما يبقى ايه؟ يبقى لا تحل. فهمت بقى؟ دفعة واحدة يعني دفعة واحدة بحيث لا يكون فاصل طويل عرفا. واضح؟ لا في دفعتين. احنا قلنا دفعتين ممكن بس ما تكونش طويلة، فاصل طويل. فإنه يحرم المذبوح حينئذ. ومتى بقي شيء من الحلقوم والمريء لم يحل الذبح. افرض ان انا قطعت المريء جزئي، ما ده مصورة قطعتها جزئي، او قطعت الحلقوم جزئي يعني هي دايرة كده، فانا قطعت نص الدايرة، لا تحل الذبيحة خلاص حتى لو ماتت، حرام. طب مين ياكلها؟ والله سيبها للكلاب تاكلها، انما المسلم ما ياكلهاش. فهمت؟
فإنه يحرم المذبوح حينئذ، ومتى بقي شيء من الحلقوم والمريء لم يحل المذبوح. خد بالك ان عند الملكية لو قطعت الودجين والمريء او الحلقوم جزئي والودجين معاهم مقطوعين تحل. الشافعي يقول لك لا، حتى لو قطعت الودجين شفت بقى الشافعية انسين ما يكلوش اي حاجة. فهمت ازاي؟ يعني يقول لك ايه ده يعني؟ لا 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 ما ينفعش ناكل دي. يجي الملك ياخدها يطبخ منها وياكل هو وعياله طالما قطعت الودجين. فاهم؟ والثالث والرابع قطع الودجين، يبقى عندنا مش في واحد واحد ودج ودج، يبقى اتنين، وعندي مريء وحلقوم اتنين، يبقى عندي اربعه. يبقى لما اقطع الاربعه دول، والحمد لله معظم الجزارين والحمد لله عندي في بلاد المسلمين بيقطعوا الاربعه، ما يعرفش التفاصيل دي. فيش جزار يعني ايه يقطع لك الحلقوم ويسيب لك الودج، ما يعرفهاش دي. هو اتربى واتعلم من ابوه وجده واخد بالك بالاسانيد المتصله انه يقطع الاربعه على طول ويقول بسم الله الله اكبر كمان. فاهم؟ وهما اللي هما الودجين عرقان في صفحتي العنق محيطان بالحلقوم، والمجزئ منها يعني الاقل ما يكفي في الزكاه بقى المجزئ شيئان، قطع الحلقوم والمريء فقط. ده عند الشافعيه، خد بقى احنا بندرس مذهب الشافعيه، قطع الحلقوم والمريء فقط ولا يسن قطع ما وراء الودجين. طيب انا قطعت الودجين اللي هم العرقين وراهم عضلات، بقيت عضلات الرقبه، ما يسنش ان انا ايه اقطع ما وراءهم. فهمت ازاي؟ لا، لان ده يبقى ايه؟ يبقى تعذيب بلا داعي، تعذيب بلا داعي، فلا يسن. ويجوز أن يحل للصياد أي أكل المصاد بكل جارحة معلمة من السباع. في الصيد بقى، الصيد احنا قلنا غير المقدور عليه من الحيوان البري الغير الإنسي، حيوانات برية وحشية متوحشة زي الظباء وزي ايه وزي الغزال وزي الحمار الوحشي وزي الحصان الوحشي وزي البقر الوحشي وزي ايه الجاموس الوحشي وزي البط البري اللي هو ايه ما نعرفش نربيه في البيت غير مستأنس يعني، يبقى نصطاده. ويحل الاصطياد اي اكل المصاد بكل جارحة معلمة من السباع، وفي بعض النسخ من السباع البائم كالفهدي والنمر والكلب، ومن جوارح الطير برضو كصقر وباز في اي موضع كان جرح السباع والطير. يبقى عندي السباع في حيوانات السباع زي ايه المشهور منها الكلاب والفهاد الفهود وكذلك النمر قابل للتدريب النمر، الأسد لا. ومن جوارح الطير كصقر وباز في أي موضع كان جرح السباع والطير. والجارحة مشتقة من الجرح وهو الكسب، عشان كده احنا نسمي ايه الجوارح. الجوارح يعني ايه الجوارح؟ نقول عليها الايدين والرجلين والعينين، لانك بتكتسب بها ايه الطاعات او المعاصي. يعني اصل الجوارح جاية من الكسب، فاحنا نسمي الجوارح يقول لك ايه جوارح الانسان ايه هي يديه وقدميه والحواس الخمسة. طب ليه سموها جوارح؟ لانه بيكتسب بها الطاعات او المعاصي. فهمت؟ والجارحة مشتقة من الجرح وهو الكسب. وشرائط تعليمها، احنا بنقول لازم ايه مكلبين، ربنا قال ايه مكلبين مما علمكم الله. مكلبين يعني اصبحوا معلمين للصيد. علامات التعليم بتاعته ايه؟ انه هو اذا زجرته ينزجر، يعني قلت له ما تمشيش وهو شايف الغزالة نفسه يجري تقول له مش دلوقتي، شاور له يسمع الكلام، وهو جعان وهو جعان سبحان الله يعني يبقى متعلم، تقول له بسم الله تشاور له يجري، يبقى ايه اذا استرسلته يسترسل واذا زجرته ينزجر واذا مسك الذبيحه المصيد ما ياكلش منه لحد ما يجيبه لك، يبقى ده معلم. نعرف انه معلم ازاي؟ انه يتكرر منه ذلك، يعني مش يعملها مره وخلاص،
لا، ما يمكن مرة جت كده صدفة، لازم يكون تكرر منه ذلك، يبقى اسمه معلم. فهمت بقى؟ وشرائط تعليمها أي الجوارح أربعة: أن تكون الجارحة معلمة، بحيث إذا أرسلت أي أرسلها صاحبها استرسلت، يعني ما تسترسلش بنفسها، يعني حتى لو شافت الصيد تهوهو وما تجريش، يعني تنبه صاحبها. فهمت ازاي؟ تبقى واقفه جنبها وهوله، يعني معناها في حاجه، يقوم يجي صاحبها يشوف يقول بسم الله يجري، تقوم تجري. يبقى دي متعلمه. انما اللي مش متعلم يعمل ايه؟ اول ما يشوف الجرح يجري. فهمت ازاي؟ اول ما يشوف المصير يجري عليه. يبقى اول حاجه اذا ارسلت اي ارسلها صاحبها استرسلت، والثاني انها اذا زجرت زجرها صاحبا زجرت، يعني منعها كفها. والثالث إذا قتلت صيدا لم تأكل منه شيئا، والرابع أن يتكرر ذلك منها. فهمت بقى الشروط؟ أكلت شيء منها يحرم بقى المصير ولا عادي؟ يحرم عند المصير عند الشافعية، ويحل عند المالكية. فيها تفصيل في المذاهب، الشافعية لا. وفي وجه عند الشافعية قال لك إن لو كل منها وكان طائر تحل، لأن الطائر تعليمه أنه يسترسل باسترسالك وينزجر بانزجارك، لكن ما يفهمش أنك ما تأكلش منها. دي مهما حاولت تتعلمه دي ما يتعلمهاش في الطائر، لكن في الحيوان ممكن يتعلمه. على شكل في وجه عند الشافعية لو كنت بتصطادي بالباز أو بالصقر وكل منها، لكن طالما بيسترسل باسترسالك وينزجر بانزجارك بزجره، يبقى يجوز أكلها. في وجه عند الشافعية. فهمت؟ فإن عدمت أول أن يتكرر ذلك منها، أي تتكرر الشرائط الأربعة من الجارحة بحيث يظن تأدبها ولا يرجع في التكرر لعدد، يعني يتكرر منها ذلك. طب كم مرة يعني؟ قال لك ده متروك للعرف أهل الخبرة، متروك لعرف أهل الخبرة، بل المرجع فيه لأهل الخبرة بطباع الجوارح. فإن عدمت منها إحدى الشرائط لم يحل ما أخذته الجارحة إلا أن يدرك. طب افرض ان هي استرسلت بنفسها ومسكت لي الغزالة وجابتها لي الحد دي، بس جابت لي الغزالة وهي لسه فيها نفس وعايشة حياة مستقرة، يبقى في الحالة دي ازكيها وتحل. لكن لو جابتها لي ميتة ما كلهاش. يبقى متى تحل؟ لو ايه؟ لو انزجرت ايه او استرسلت بنفسها، إذا جاءت وفيها حياة مستقرة، جاءت بالمصير وفي حياة مستقرة، في الحالة دي يجب إيه؟ تزكيته. فإن عدمت منها إحدى الشرائط لم يحل ما أخذته الجارحة إلا أن يدرك ما أخذته الجارحة حيا فيزكى فيحل حينئذ، يعني يسموها قبل حركة المذبوح. حيا يعني إيه؟ يعني في حياة مستقرة. إنما حركة المذبوح اللي هي إيه؟ اللي هي الحركة الأخيرة الرعشة اللي بتبقى إيه في بدن المذبوح قبل بقى ايه ما ينتهي كل الحركة. فلو ادركته في حركة الذبح المذبوح دي برضو لا يحل، لازم تبقى فيها حياة مستقرة. ثم ذكر المصنف آلة الذبح، حذبح بايه بقى؟ في قوله وتجوز الزكاة بكل ما، اي بكل محدد يجرح كحديد ونحاس، حاجات معدنية، الا بالسن والظفر وباقي العظام فلا تجوز التزكية بها. العلة في السن والظفر ان السن عظم، والنبي نهى عن تزكية العظم. قالوا العلة فيها ايه؟ ان العظم ده طعام للجن، فلما نستعمله ونذبح بيه افسدناه عليهم، لان ايه؟ نجسناه بالدم. كويس؟ ده في العظم. وبعض العلماء قال لك لا، العلة تعبدية، ما نعرفش ليه، هو النبي قال لنا كده. حاضر، ما نعرفش العلة. والسن بعد وقالوا لك السن العلة تعبدية، لأنه كان الحبشة يطول سنه، يعني يمسكها بسنه كده. حتى أنت ساعات تشوفها في بعض البرامج التلفزيونية، يمسك الطائر ويروح قطعه بسنه كده، أو ده لا يجوز أكله، واخد بالك؟ بالسن. والظفر برضو كانوا ساعات يطولوا ضوافرهم ويغرزها في رقبة إيه، زي بعض الحبشة بيعملوا كده، فده برضو لا يجوز. إلا بالسن والظفر وباقي العظام فلا تجوز التزكية بها. ثم ذكر المصنف من تصح منه التزكية،
مش كل واحد بقى هيذبح ناكل ذبيحته، لازم يكون مسلم بالغ، مسلم بالغ، بالغ يعني مميز عشان يبقى فيه قصد الذبح. طفل صغير بيلعب بالسكينة، فالسكينة وقعت على رقبة ايه الخروف ذبحته، ما ناكلوش، لانه ده ملوش قصد الطفل ده. لكن لو مميز ممكن. فهم؟ ويحل زكاة كل مسلم بالغ او مميز. مسلم هنا يعني يدخل فيه الذكر والانثى. فهمت ازاي؟ يعني ما اشترش الذكورة، يعني لو انثى اصطادت او ذبحت يجوز اكلها. وتحل زكاة كل مسلم بالغ او مميز يطيق الذبح. وزكاة كل كتابي، يهودي او نصراني برضو. ويحل ذبح مجنون وسكران في الازهر. دليل ان في مقابل الازهر ايه الظاهر؟ قال لك لا تحل المجنون ولا السكران لان ليس له قصد في فعله، لان المجنون ما عندوش قصد، ولازم في الذبح يبقى في قصد الذبح. فهم؟ يعني انا لو قاعد بهوش كده بالسكينة ومغمض، فراحت السكينة ايه فلتت مني جت في رقبة خروف، فده ما يكون لا يصح اكله لانه ما كانش فيه قصد. فهم؟ فبعد في المقابل للازهر قال ان المجنون والسكران لا قصد لهما فلا تحل. واخد بالك ازاي؟ لكن المجنون والسكران على الازهر يعني على المعتمد في المذهب تحل زكاته ان كان كتابي او مسلم وبالغ. تكره زكاة الأعمى. تكره زكاة الأعمى برضو ليه؟ لأنه قد لا يحسن رؤية الحلقوم ولا المريء ولا الودجين. فهمت ازاي؟ فتكره، تكره زكاته. طب ليه ما قلناش تحرم؟ لأنه ممكن بالتحسيس كده يحسس ويذبح. فهمت ازاي؟ ولا تحل ذبيحة مجوسي ولا وثني ولا نحوهما ممن لا كتاب له. يبقى احنا ما ناكلش الا ذبيحة المسلم واليهودي والايه والنصراني. وزكاة الجنين حاصلة بزكاة امه. افرض امرأة في بقرة في بطنها جنينة، انا ذبحت البقرة فطلع الجنين في بطنها ايه ادركته مات، يبقى زكاته بزكاة امه. لو ادركته في حياة مستقرة ازكيه. فهمت بقى ازاي؟ لكن لو ادركته ميت يبقى يحل اكله، ولكن في قول عند الاحناف لا يحل اكله الا بتزكيته كامه. في قول عند الاحناف كده. فهمت؟ وزكاة الجنين حاصلة بزكاة امه فلا يحتاج لتزكيته هذا ان وجد ميتا او في حياة غير مستقرة. اللهم الا ان يوجد حيا بحياة مستقرة بعد خروجه من بطن امه فيزكى حينئذ. وما قطع من حيوان. لو في جزء انفصل من حيوان ماشي رجله اتقطعت، ما ينفعش اخد رجله دي اطبخها، لان المتقطع من الحيوان الحي حكمه حكم ميتته فلا يحل اكله. كانوا زمان العرب الفقراء يجي في اللي او سنم الجمل ياخد منه حته يطبخها لعياله والجمل ايه عايش. نهى الاسلام عن هذا، فيه تعذيب. وما قطع من الحيوان حكمه حكم ميتته فيبقى يحرم اكله. فهمت بقى ازاي؟ كانوا ساعات يقطعوا اللية من الحيوان اللي زي الضأن ويسيب الضأن ايه يمشي يجري ويلعب من غير لية، وياخد اللية يطبخها. كل ده كان العرب بتعمله قبل الاسلام، نهى النبي عن هذا. فهمت بقى؟ وما قطع من حيوان حي فهو ميتة الا الشعر. استثنوا الشعر ليه؟ عشان بيستعملوه في الصوف. فهمت بقى؟ بيجزوا الشعر بتاع الضأن ويستعملوه في الصوف. فلو قلنا حكم ميتته يبقى لا يحل، لكن بالإجماع الحلال يبقى مستثنى. إلا الشعر أي المقطوع من حيوان مأكول، وفي بعض النسخ إلا الشعور المنتفع بها في المفارش والملابس وغيرها. والله تعالى أعلى واحد. الخيل المستنسة تذبح. عادي، ما هو يجوز اكلها. وان كان في وجع عند الاحناف ما تاكلش الخيل، حرام. لا الخيل يجوز اكله، ده عند مذهب الشافعيه، لكن عند الاحناف لا.
عند المالكية أقوال، أقوال كتير في المسائل، وكذا الأحناف، بس الراجح اللي عليه الفتوى عند الأحناف إنها ما يؤكلش الخيل. لا يؤكل، لا يؤكل، يحرم زي الحمر الأهلية كده. والله تعالى أعلى وأعلم. ذبيحة المرتد يحل ولا؟ مرتد، متعيل هو مرتد يعني كافر، تبقى لا تحل، مش المرتد كافر. يعني نصراني، نصراني مش أصلي، يعني من آبائهم كان مرتدين. يعني عند الشافعية لابد أن يكون الكتابي يعني إيه واخد الدين متوارث من الآباء. متوارث من الآباء. وكانوا الآباء على هذا الدين قبل بعثة النبي. فهمت؟ ده عند الشافعي. وبالتالي يبقى إيه؟ يبقى اليهود العرب واليهود والنصارى العرب دول متأصلين في النصرانية واليهودية. فيجوز أكل الذبائح. اللي تنصر دخل في النصرانية بعد ظهور النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل في دين منسوخ. ليس له حكم الكتابي عند الشافعي. ولا يجوز الزواج بنسائه زي الاوروبيين دول كلهم، ده عند الشافعيه. لكن عند الاحناف والمالكيه يجوز، فيش مشكله. قال لك اذا دخل في دينهم ده حكمهم، ومن يتولهم منكم فانه منهم. الايه بتقول كده، ومن يتولهم منكم فانه منهم. واضح؟ فيبقى ناخد حكمهم. فالمساله خلافيه، المساله خلافيه، والله تعالى اعلم. إذا النصرانية أو اليهودية يعتبر مرتد وليس كتابي. علشان كده عند الشافعية ما يتكلش، لكن عند المذاهب التانية قال لك لا، له حكمه وخلاص. دخل في دينهم يبقى له حكمه. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.